السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ففي حلقة هذا اليوم سأقوم بشرح الكيفية التي يعتمد عليها أعضاء موقع خمسات لجني مئات الدولارات مقابل خدمات بسيطة يقدمونها للمشتري. فقط فالطريقة هي تقف على جزئيات بسيطة لتكون آمنة. وطبيعة الخدمات التي سوف تركز عليها اليوم هي تلك المتعلقة إما بالإعجابات لصفحة الفيسبوك أو الإعجابات بفيديو معين على اليوتيوب أو الاشتراكات بإحدى القنوات وما إلى ذلك. وفي موقع خمسات يمكنك خدمة الآخرين بأي شيء تجيده أو تتقنه على الانترنت، وليس الفيسبوك واليوتيوب هما الموقعان فقط الموجودان في الطريقة التي اقترحها عليك، بل هناك أيضا الانستغرام والتويتر وغيرها من المواقع الاجتماعية. فكما أشرت في بداية الأمر يجب أن تكون خدمتك آمنة، وذلك لمصلحتك أنت أولا، لأنه إذا ما قام أحدهم بشراء الخدمة منك 500 لايك لأحد الفيديوهات الخاصة به مثلا، فقط قمت أنت بإرسال له 500 لايك، بعد ذلك تم اكتشاف الطريقة المعتمدة من طرف مشرف موقع يوتيوب، فإن هذا سيؤدي إلى حذف هذا الفيديو وقد يؤدي إلى حذف القناة ككل. فالمشتري إذا ما حصل معه هذا الشيء ونحن لا نريد ذلك، فسوف يذهب إلى الخدمة الخاصة بك وسيضع في التعليقات لا تتعامل مع هذا الشخص، إما سيكتب نصاب وإما خدمته غير آمنة. ولهذا السبب فأنا لا أنصحك باستخدام متصفح جوجل كروم، بحكم أن ملكيته هي لموقع جوجل، وجوجل لها علاقة وطيدة بيوتيوب، ومتصفحها يسهر على حفظ أمن جميع المواقع الأخرى وخاصة الاجتماعية وكذلك المواقع المتعلقة بالحسابات البنكية. ولكي نسد هذه الفجوة فأنصحك باستخدام متصفح إحدى الشركات العالمية، وهي شركة سكرايت بلند، وهي الشركة نفسها التي تمنح اليوتيوب بارتنر كما سأوضح لك في آخر الحلقة. إما قم بتحميل المتصفح من موقع جوجل أو عن طريق الدخول إلى الموقع الخاص بي فقط، فلقد وضعت رابط الموقع الخاص بأسفل هذا الفيديو، ثم قم بالضغط على الصورة الخاصة بالمتصفح. فقد قمت بإضافة لينك سيريال الخاص بالمتصفح على حساب الخاص بي. بعد ذلك قم بالضغط على الصورة الخاصة بالمتصفح، متصفح سكرايت بلند God it now، ثم قم بالضغط على ديماغي، ويمكنك حفظه في ملف خاص، ثم قم بانتظار التحميل واضغط على أوفغير، كما يمكنك فتح الملف الخاص ووضعه في USB الخاصة بك. بعد الضغط على أوفغير قم بالضغط هنا على Next، فقط قم بانتظار قليلا، وهنا انتظر تحميل المتصفح. فقد قمت بحذف المدة لكي لا أطيل في الفيديو، والمتصفح هو شبيه جدا بمتصفح جوجل كروم، وهو سريع وليس كمتصفح الموزيلا. واضغط على مستخدم جديد، ثم قم بملء البيانات الخاصة بك، كما يمكنك التسجيل إما عن طريق التويتر أو الفيسبوك، وأنا شخصيا أفضل التسجيل عن طريق الإيميل الجيميل أو الهوت ميل. ثم قم بكتابة كلمة المرور واختر من أي دولة أنت، فكما تلاحظون فقط هناك الدول العربية، واضغط على تسجيل. فأنا سوف أقوم بتغيير هذه الإعدادات فهي خاطئة، سأقوم بالضغط بإضافة اسم هنا إذا لم يقبل منك الاسم، قم بتغييره فقط واضغط على تسجيل. بعد ذلك سوف يطلبون منك الذهاب إلى الإيميل لتأكيد طلب انخراط أو طلب العضوية في الموقع. ولاحظوا معي الرسالة هي وصلت 1، ثم قم بفتح الرسالة واضغط على رابط التأكيد، الرابط الأزرق. بعد ذلك فكما تلاحظ هذه هي الواجهة، وهذه هي بعض الخدمات التي يقدمها بعض الأعضاء، وهي خدمات متنوعة ومختلفة. كما سبق أن ذكرت، فأي شيء تجيد القيام به على الانترنت يمكنك من خلال هذا الموقع أن تجعله مورد دخل بالنسبة إليك. فلإضافة خدمة جديدة نقوم بالضغط على الاسم، ثم الضغط على خدمة جديدة. بعد ذلك قم بكتابة ماذا ستفعله مقابل 5 دولارات. سأقوم بإضافة لك أكثر من 600 إعجاب مثلا للفيديو الخاص بك، ثم تقوم بتصنيف هذه الخدمة خدمة متنوعة. قم ب
تركها في العام. بعد ذلك تقوم بوصف الخدمة الخاصة بك. أنا سوف أقوم فقط بنسخ ما كتبه أحد الأعضاء الذي يقدم نفس الخدمة. ففي وصف الخدمة يجب عليك كتابة التفاصيل الخاصة بخدمتك، وقم بكتابة طريقة الدفع، كأن تقول لهم قم بدفع التكاليف وبعث لي رابط الفيديو الخاص بك فالخدمة آمنة. فأنا ليس لدي الوقت لكتابة التصنيف أو الوصف عفوا، سأقوم فقط بنسخ ما كتبه أحد الأعضاء وسأضعه في وصف الخدمة. فقط سأقوم بوضع بعض التعديلات لكي لا تكون متطابقة. بعد ذلك تقوم برفع الصورة. الصورة يجب أن تكون من صناعتك أنت ولا تقوم بأخذها من موقع جوجل إيماج. قم بالضغط على زر الفأرة الأيمن، ثم قم بالضغط مرة أخرى على زر الفأرة الأيمن والضغط على موديفاي. قم باختيار طبعا الصورة، ثم هنا قم بكتابة سارع مثلا في الحصول على أكثر من 500 إعجاب فيديو الخاص بك. قم بتكبير هذه الكتابة وضعها في أي لون أنت تجده مناسب ومثير، ثم قم بحفظ هذه الصورة أو هذه الإعدادات. قم ثم في كلمات مفتاح يقوم بوضع 500 إعجاب فيديو الخاص بك مثلا فقط. فتعليمات المشتري قم بكتابة سارع في الحصول على سارع في إعطاء مثلا رابط الفيديو الخاص بك فالإعجابات آمنة 100% في 1000%، فلا تتردد في شراء الخدمة. فهذا مثال فقط. ثم قم بالضغط على أضيف الخدمة. إذا لم تقبل الصورة الخاصة بك وقالوا لك بأن يجب أن تكون جي بي جي أو جي إف إف أو بي إن جي فقط أو قياسها 680 في 400، فقط قم بالذهاب إلى هذا الموقع، فسوف أضع رابطه تحت هذا الفيديو فقط لتسهيل ولوجك للموقع التي أقوم بالتطرق إليها. قم بتصنيف الصورة إلى بي إن جي بي جي مثلا، ثم قم بالضغط على الشواء سيليكسيوني فيشيي، ثم قم باختيار الصورة التي قمت بإنشائها وضغط على أوفغيغ. هنا قم بكتابة 680 في 400 كما هم يريدون، ثم قم بالضغط على كونفيرتير. بعد ذلك قم بانتظار تحميل الصورة وذلك سريع لن يتعطل. فهي دي الصورة تحمل. سأقوم بحذف هذه المدة. فهنا يمكنك فتح الصورة مباشرة أو فتح الملف الذي توجد فيه الصورة. سأقوم بفتح هنا الملف فقط لمعرفتها أين هي. سأقوم بكتابة اسم أو حرف تذكرها وسأقوم بنسخها ووضعها على سطح المكتب، ثم بعد ذلك هنا سأقوم برفعها. ها هي الصورة. سأقوم بنسخها ثم سأقوم بالضغط على أضيف الخدمة. فكما تلاحظون فاسم الصورة هو مسمى. فبعد الضغط على أضيف الخدمة فلاحظ معي الخدمة هي قد نشرت. فبإمكانك وضع خدمات مختلفة ومتنوعة. والآن دعوني أشرح لكم الموقع الذي سوف تجلب من خلاله أنت المشاهدات أو أو الاشتراكات أو غيرها من الخدمات. قم بالدخول إلى الموقع، ستضع رابطه أسفل الفيديو، ثم قم بالضغط على إيساي غراتويتمو أو تري فور فري، ثم قم بوضع الإيميل الخاص بك وكلمة المرور وإعادة كتابتها، وقم بكتابة رمز الكاباتشا. كلمة المرور قم بوضع أرقام ثم حروف ثم حروف ثم أرقام ثم حروف. بعد ذلك قم بالذهاب إلى الإيميل، ستجد رابط الموقع الرسالة من الموقع. قم بتأكيد الطلب بالضغط على كليك هير تو كونفيرم، ثم قم بالضغط على اوتوريزي، وقد تجد الرسالة في علبة الرسائل الغير مرغوب فيها. قم بكتابة الايميل الخاص بك وكلمة المرور والضغط على اونتري. بعد ذلك قم بالضغط على اي غرين. بعدها ستجد بأن الموقع يهديك 50 نقطة مقابل دخولك الأول. فلكسب من النقاط وفي أسرع وقت ممكن قم بفتح أكبر عدد ممكن، أو أكبر عدد ممكن هو 5 صفحات للموقع. لا تقوم
أو لا تتعداها. قم بفتحها وضغط على فيسبوك لايك لكل صفحة، أي للخمس صفحات بأكملها، وفي كل صفحة قم بالضغط على اللايك. ثم عندما ينبثق لك الصفحة منك وضع لايك لها، قم بالضغط على لايك ثم لايك لجميع الصفحات. قم بالاعتماد على صفحة شخصية أو فيسبوك شخصي لا تستخدمه، قم بإنشاء 3 حسابات لهذا الموقع فقط، ثم قم بإزالة الصفحات جميعها التي قمت بوضع لايك لها قبل مرور 30 ثانية. بعدها إذا ما انبثقت الرابط الأسود فقط عندما ستصل إلى 100 نقطة فلن ينبثق لك. ما دمت في أقل من 100 نقطة فسوف ينبثق لك. ثم قم بإعادة الكرة لكسب أكبر عدد ممكن من النقاط، وهذا هو العمل أو الخدمة أو الطريقة التي سوف تعتمد عليها في جلب الاشتراكات للحسابات على تويتر أو الفيسبوك أو اليوتيوب. بعدها أقوم بحذف الصفحات، فقط أنا أقوم بإعادة الكرة لفهمها. فقط قم بفتح أكبر عدد ممكن من صفحات الأدم فاست وأقوم بالضغط على الفيسبوك. فقط أنا أقوم بالاعتماد على اللايكات لجلب النقاط. بعدها قم بوضع جيم لجميع الصفحات وقم بحذفها قبل مرور 30 ثانية. بعدها سوف أقوم بتوقف التصوير ثم بكسب النقاط بحكم أن البرنامج يبطئ للحاسوب. فقط عندما وصلت إلى 300 نقطة في ظرف وجيز جدا، قم بالضغط أو في البونيس يمكنك ربح 200 نقطة يوميا مقابل دخول يومي نقطة. بعد ذلك أو بعد أن يقوم أحدهم بشراء الخدمة منك، قم فمثلا سأقوم بكتابة أي شيء على اليوتيوب لظهور أي فيديو فقط لا يكون لديه مشاهدات أو لايكات، سأقوم بوضع أي فيديو مثلا فهذا الفيديو به 31 فيو وليست به أي إعجاب. إذا ما قام أحدهم بشراء الخدمة منك وأعطاك رابط الفيديو الخاص، أو قم بنسخ رابط الفيديو الخاص به واضغط على عدد سيت سلاش باج، ثم قم بتحديد ما أراده منك، هل مشاهدات أو لايكات. فقط سأقوم بوضعنا اللايكات، وهنا مجموعة من الخدمات: فيسبوك لايك، فيسبوك شير، فيسبوك فولوين، تويتر فولوين، يوتيوب. هناك مجموعة. في تويتر قم بكتابة أي شيء، في فيديو إغال قم بنسخ الفيديو رابط الفيديو الذي أعطاه، ثم قم بالضغط على صاف تشانج. فقط أنا أعطيت 10 نقاط بحكم أنه ليس لدي الوقت الكافي للانتظار، أو إذا ما كنت تستخدم مجموعة من الفيديوهات يمكنك تخفيض هذه النقاط إلى 5 نقاط أو 4 نقاط. سأقوم بتحميل الصفحة. فلاحظوا معي وصلت إلي هنا. سأقوم بالذهاب إلى الفيديو لأرى هل وصلت هذه الإعجابات فعلا أم لا. فكما تلاحظون لدي هنا 4 إعجابات، فإعجابان لم يحسبان أو لم ينتقصان من النقاط الخاصة بنا، رغم أنهم وصلوا فهم لم يقتطعوا هذه النقاط. فقط سأقوم بانتظار بعض الشيء، لا أريد توقيف. سأقوم بالانتظار بعض الشيء بلعب هذه اللعبة فقط لبضع ثواني لأريكم مدى مصداقية الموقع ومدى مصداقية وصول الإعجابات إلى أي فيديو نريد. فبعد ذلك سوف أقوم بتحميل معي هناك 4 جيمات. سأقوم بتحميل صفحة الفيديو لأرى هل وصلت هذه اللايكات، فكما تلاحظون 5 لايكات. فقط أقوم بإيرائكم مدى مصداقية الموقع الذي قمت بتقديمه لكم الآن. فلاحظوا معي 7 لايكات وحتى المشاهدات
وحتى المشاهدات التي أقوم على هذا الفيديو التي أقوم أنا بتحميلها على اليوتيوب فهي تحسب. أتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم. إذا أعجبتكم فلا تنسوا الضغط على زر لايك فقط، فأنا سوف أريكم الأرباح التي أجنيها من موقع اليوتيوب. فكما تلاحظون فلحد الساعة ومن خلال 28 يوم قمت بجني 104.25 دولار، وذلك عن طريق الاعتماد على طريقة معينة، وهذه الطريقة أيضا هي تقف على جزئية بسيطة، ورابط الشرح لم أضعه للعموم بحكم أنه قد لا يقبل وما إلى ذلك. لهذا السبب لكل من أراد الفيديو أو رابط الشرح كيف زيادة أرباح اليوتيوب بارتنر، قم بالدخول إلى الحساب الخاص بي على الفيسبوك وقم بإرسال إلي رسالة your video please مثلا، وقم بإرسالها إلي، سوف أقوم بإرسال لك الفيديو فقط. إذا ما كانت لديك قناة بها عدد المشاهدات تتعدى 20,000 في مجموع المشاهدات، وهذا هو إثبات الدفع، دفع الأرباح التي قمت بجنيها منذ شهرين 121.94 دولار. وإذا لم تكن لديك قناة على اليوتيوب فأنصحك بمشاهدة الشرح الذي سأضع رابطه تحت هذا الفيديو. وإذا كانت لديك قناة ولكنها لا تستوفي هذه الشروط، فأنا أقوم بتقديم خدمة الحصول على قناة بها هذا العدد من المشاهدات وأكثر، 50 دولار، مع إمكانية دمجها مع شركة سكراي تابلند، وهذا شيء اختياري لمن أراد شراء الخدمة، فلقد وضعتها على موقع خمسات والرابط تجده أسفل الفيديو. أنصحك بأن تقوم بقراءة التعليمات جيدا وما أطلبها منك وما أنصحك به قبل شراء الخدمة. أتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم. إلى اللقاء إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله.